ليمفوسايتس. ليمفوسايت واحدة من الليكوسايت بتمثل حوالي من 20-40% of total leukocyte count، وهي بتمثل one of eight granulocytes. الليكوسايت بنقسمها لاثنين سابتايب على حسب البريزنس اوف جرانيول. اول مجموعه بنسميها جرانيولوسايت، ودي بتحتوي على الجرانيولز داخل السيتوبلازم وبتشمل النيوتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل. المجموعه الثانيه بنسميها الاي جرانيولوسايت وبتشمل المونوسايت والليمفوسايت، ما بيبقاش فيها اي سكندري جرانيولز موجوده في السيتوبلازم، عشان كده احنا سميناها اي جرانيولوسايت. لما بنعمل بلاد فيلم اللي هو البريفرال بلاد سمير، بنلاقي ان في نوعين من الليمفوسايت بقدر اميزهم داخل البلاد فيلم، نوع بسميه سمول ليمفوسايت والنوع الثاني بسميه لارج ليمفوسايت. الماجوريتي بتبقى سمول ليمفوسايت، حجمها بيبقى من 7-8 مايكرومتر، وبتتميز السمول ليمفوسايت بالهاي نيوكلار سيتوبلازميك ريشيو، معناه ان النيوكلاس حجمها بيبقى كبير جدا بالنسبه للسيتوبلازم، والسيتوبلازم بيبقى جزء صغير عبارة عن thin rim of deep blue cytoplasm. زي ما احنا شايفين على الخلية بيبقى منطقة صغيرة جدا على الحواف بتاعة الخلية وبتاخد blue coloration. النيوكلاس بتبقى round or slightly clifted with coarsely clumped chromatin. تلاقي الكروماتين بيبقى clumped متجمع مع بعضه داخل النيوكلاس، وعشان كده النيوكلاس بتاخد deep purplish coloration. بينما اللارج ليمفوسايت بيبقى حجمها من 10-15 مايكرومتر، بيبقى have more abundant pale blue cytoplasm. بنلاقي السيتوبلازم بيبقى اكتر من السمول ليمفوسايت، نسبته بتبقى اكتر بالمقارنة بالنيوكلاس، واحيانا بنلاقي فيها برايمري جرانيول بنسميها الازوروفيليك جرانيولز. اتفقنا ان الليمفوسايت عبارة عن اي جرانيولوسايت، ما فيهاش سكندري جرانيول، ولكن الازوروفيليك جرانيول هي برايمري جرانيول بتبقى جاية من الليمفوبلاست. النيوكلاس بتبقى اوفال او راوند، وبتبقى اوفن بليست اون وان سايد اوف ذا سيل، دايما بتبقى موجودة على احد الاطراف او على احد الاركان للخلية، واليمة التانية بتبقى مليانة بالسيتوبلازم. زي ما احنا شايفين في الصورة باين الفرق في الحجم والشكل ما بين السمول واللارج ليمفوسايت. احنا ما بنيجي نعد الليمفوسايت في جهاز الهيماتولوجي انالايزر ما بنفرقش ما بين السمول واللارج ليمفوسايت، كلها بتتعد كليمفوسايت كاونت فقط. الليمفوبوييسيس او تخليع الليمفوسايت بيتم داخل الليمفويد تيشوز، بيشمل الليمفوسايت ديفيجن وترانسفورميشن. الليمفويد تيشوز بتشمل البون مارو والليمف نود والسبلين. البي ليمفوسايت بيتم تصنيعها داخل البون مارو، والتي ليمفوسايت بيتم تصنيعها في الاذر ليمفويد اورجان زي الليمف نود والسبلين. الليمفوبيسيس بتبتدي من اول الكومن ليمفويد ستيم سيل، بعد كده بتدينا الليمفوبلاست، والليمفوبلاست بتدينا اكتر من نوع من الخلايا، بتدينا البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت و الناتشورال كيلر سيلز، ثلاث انواع من الليمفوسايت. الليمفوبلاست بيحصل لها ديفلوبمنت وبتقدر تتحول لثلاث انواع من الخلايا، بعد ما بتتحول من الليمفوبلاست للبرو ليمفوسايت، وبعد كده بتتحول للديفرنت تايبس من الليمفوسايت سواء البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت والناتشورال كيلر سيلز. عمليه ريجوليشن للليمفوبيسيس بتعتمد بشكل كبير جدا على الديجري اند تايب اوف انتيجينيك ستيموليشن. الليمفوسايت لها دور مهم جدا في عملية stopping للإنفكشن، لأن لها دور في الهيومورال والسيلولار اميونيتي، عشان كده بتبقى مرتبطة بالانتيجينيك ستيموليشن سواء بالإنفكشن أو بالفاكسينيشن. أي انتيجين بيخش جوه الجسم كمية كبيرة بيؤدي إلى increase lymphopoiesis داخل lymphoid tissue. كمان من خلال مجموعة من الانترلوكينز بتشمل الانترلوكين 1 و2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11، مجموعة كبيرة من الانترلوكين بالإضافة للانترفيرون جاما، كل السيتوكاينز دي بتساعد في عملية الريجوليشن للليمفوبويسيس داخل الليمفويد تيشو، بمعنى لو زادت السيتوكاينز دي بتؤدي لزيادة الليمفوبويسيس. الليمفوسايت على عكس بقيه الليكوسايت بيبقى عمرها طويل، بتبقى لونج ليفد سيلز، وكمان عندها القدره ان هي تعمل مايتوزيس او ديفيجن، وكمان بتعمل ترانسفورميشن تو اذر سيلز، احنا بنسميها المور فانكشنالي اكتيف سيلز. زي ما احنا شايفين الكومن ليمفويد بريكيرسر سيلز اللي هي الليمفوبلاست بتقدر تدينا تي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت والناتشورال كيلر سيلز. التي ليمفوسايت بعد كده بيحصل لها ترانسفورميشن
وبتتحول للتي هيلبر سيلز والسايتوتوكسيك تي سيلز. كمان البي سيلز بيحصل لها ترانسفورميشن وبتدينا البلازما سيلز. الفانكشن اوف الليمفوسايت بتعتمد على النوع السب تايب من الليمفوسايت. اول فانكشن وهي الانتي بودي برودكشن، وده بيتم من خلال البي سيلز. الفانكشن الثانيه وهي عباره عن ريجولاتوري اكتيفيتي، وده بيتم من خلال التي سيل لانها بتفرز الانترلوكين والليمفوكاين والسايتوكاينز، كلها بتعمل ريجوليشن داخل الاميون. الفانكشن الثالثه وهي السايتوتوكسيستي، بتعمل ديستراكشن للسيلز، وده بيقوم بالتي ليمفوسايت وكمان الناتشرال كيلر سيلز. الليمفوسايت بتتميز بان لها ليمفويد سيركوليشن او سبيشال سيركوليشن خاص بالليمفوسايت. في الاول بيتم الليمفوبويزيس داخل الليمف نود والليمفويد تيشو، بعد كده بتخرج الليمفوسايت من خلال الليمفاتيك داكت وبتوصل للبلد، بعد كده الليمفوسايت بتمشي داخل البلد، وبعد كده بيحصل لها ميجريشن وتوصل للديفرنت تيشو الموجوده داخل الجسم، بعد كده بتطلع من التيشو وترجع تاني للليمفويد اورجان. عشان كده احنا بنسميه سيركوليشن لان هو نظام مغلق. بتقدر الليمفوسايت بتبتدي من الليمف نود وتلف وترجع تاني للليمف نود، وعشان كده اي مشكله في الليمفويد سيركوليشن بتاثر على الكاونت اوف ليمفوسايت داخل البلاد ستريم، بمعنى ان لو اتقفل الليمفاتيك فيسل اللي بينقل من الليمف نود للبلاد ستريم طبعا بيقلل عدد الليمفوسايت في البلاد ستريم. على العكس لو زاد الريليز اوف ليمفوسايت من الليمف نود للبلاد ستريم، عشان كده العدد بيزيد داخل البلاد ستريم وبيدينا هاي ليمفوسيتيك كاونت. باستخدام الهيماتولوجي انالايزر بنقدر نعمل السي بي سي او صوره الدم الكامله، ومن خلالها بيتم عمل كاونت للليمفوسايت في صوره بيرسنت وكمان في صوره ابسوليوت نمبر. اي زياده في الابسوليوت ليمفوسايت كاونت ابوف الابر ليميت احنا بنسميها ليمفوسايتوزيس، وبتختلف على حسب الايج. في الادلت اي زياده عن 4000 ليمفوسايت بير مايكروليتر بنسميها ليمفوسايتوزيس، بينما في اليانج والتشيلدرن بتبقى أكتر من 9000. الـ causes of lymphocytosis، lymphocytosis بتحصل associated with neutropenia، كمان بتحصل during recovery stage after acute inflammation، كمان lymphocytosis بتزيد after vaccination وفي الـ chronic infections، كمان بتزيد في حالات الأدرينو كورتيكال insufficiency لأن الكورتيكوسترويدز بيبقى له أكشن مخفض للليمفوسايت كاونت، عشان كده ما بيقل في الأدرينو كورتيكال insufficiency بنلاقي إن الليمفوسايت عددها بيزيد. كمان الليمفوسايتوز بتحصل في حالات الهايبرثايرويديزم، في حالات الليمفويد لوكيميا، وكمان في حالات الفسيولوجيك لوكوسايتوزيس نتيجة لريليز الإبنفرين بيعمل كونتراكشن للسبلين والرابيد ريليز اوف ليمفوسايت من الليمفويد اورجان. بنقدر نعمل ديفرنشال دياجنوزيس للليمفوسايتوزيس، بمعنى ان الليمفوسايتوز معناها الانكريز الابسوليوت نمبر، الكاونت اللي احنا بنلاقيه في السي بي سي ازيد من الابر ليميت بنسميها ليمفوسايتوز. ولكن باستخدام البلاد فيلم على حسب شكل الليمفوسايت بنقدر نعمل ديفرنشال دياجنوزيس للليمفوسايتوزيس. لو لقينا ان كل السيلز عباره عن ماتيور الليمفوسايتوزيس اللي هي وجود كميه كبيره من الماتيور سيلز، ده بيحصل في حالات الفيرال انفكشن التيوبركلوزيس والكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، بينما لو لقينا وجود الليمفوبلاست ده بيدينا انديكيشن على الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. كمان وجود الاتيبيكال ليمفوسايتوزيس اللي هو وجود الاتيبيكال ليمفوسايت اللي بيبقى شكلها مختلف عن السمول واللارج ليمفوسايت، ده بيدينا انديكيشن على الانفكشوس هيباتايتس. الليمفوبينيا هو عبارة عن ديكريز في الابسوليوت نمبر اوف ليمفوسايت عن 1000 سيلز بير مايكروليتر، ده بيحصل في حالات اللوس للليمفوسايت ريتش ليمف زي في حالات الكايلاس افيوجن. اللوس للليمفوسايت ريتش ليمف معناها بيحصل دامج او رابشر للليمفاتيك فيسل، وبالتالي كل الليمفوسايت الموجودة جواه بيحصل لها لوس سواء في البروتينيال كافيتي او الاذر بودي كافيتيز. كمان في حالات الاكسوجينس كورتيكوسترويد او الهايبر ادرينو كورتيزم، وزي ما قلنا ان الكورتيكوسترويد اما بيزيد بيعمل سيكوستريشن للليمفوسايت في الليمفويد اورجان، عشان كده بتقل في البلاد ستريم. كمان في حالات الاسترس زي في حالات الاكستريم في البادي تمبريتشر او البينفول ديزيز بتؤدي لزياده افراز
الكورتيكوستيرويد انسايد ذا بادي وبيعمل ديكريز في الليمفوسايت اللي احنا بنسميها الليمفوبينيا. كمان الليمفوبينيا بتحصل في الاكيوت سيستميك انفيكشن، في الاندوتوكسيميا، في السبتسيميا، في الفايرال انفيكشن، لان كل الحالات دي بتؤدي للتراد الليمفوسايت داخل الانلارجد ليمف نود. في حالات الفايرال انفيكشن بيحصل انلارجمنت للليمف نود، عشان كده بتعمل ترابنج او بتحبس الليمفوسايت وبتمنع خروجها للبلود ستريم. كمان بعض الفيرال انفيكشن بتؤدي للدستركشن اوف الليمفوسايت، وعشان كده عددها بيقل بشكل كبير. الليمفوبينيا كمان بتحصل في الاميونوسابريسيف دراج والراديشن. بعض انواع الدراجز والراديشن بتكسر البون مارو والليمفويد تيشوز، عشان كده بتكسر الليمفوسايت وبتقلل عددها. كمان الليمفوبينيا بتحصل في حالات الهيرديتري تي ليمفوسايت ديفيشنسي. كمان الليمفوبينيا بتحصل في حالات الديسربشن اوف ليمفويد تيشو اركتكتشر، بمعنى الديسربشن اوف ليمف نود والسبلين نتيجه لوجود بعض الديزيز زي الجرانيولوماتوس ديزيزز وكمان حالات الليمفوما. في الحاله دي بتكسر الليمفوسايت داخل الليمف نود، وبالتالي بيقل عدد الليمفوسايت اللي بيحصل لها ريليز وبتوصل للبلاد ستريم، عشان كده بتؤدي لوجود الليمفوبينيا.